تعالوا بقى المتحف الوطني. بالمناسبة كان تجربة تحفة جدا، جميلة جدا. انت بالذات من هواة التاريخ، المتحف الوطني هيعجبك جدا. زي ما قلنا تذكرة الدخول اقل من دولار، لازم يبقى معاك ماسك عشان تخش، ولو معاك ورق خاص بالتطعيمات او كده احتفظ بيه بشكل عام في الزيارات اللي زي كده. طبعا المتحف ده اتضرر في ساعة الحرب الأهلية، لكن بعد ما انتهت الحرب الأهلية في لبنان سنة 1990 تم تجديده وتم إضافة كمان أجزاء جديدة فيه. هنشرح الكلام ده لما نخش المتحف. ده الشكل كده أول ما دخلنا، ده شكل المدخل. طبعا المتحف بيتكون من 3 طوابق. الطابق السفلي ده موجود فيه توابيت حوالي 31 تابوت من مقبرة رومانية تم إيجادها واكتشافها في منطقة صيدا. الطابق الأول اللي احنا موجودين فيه أو أول ما بتخش من المدخل بيبقى فيه القطع العملاقة الضخمة، وكمان هنلاقي فيه قطع الفسيفساء. الفسيفساء هي زي السيراميك اللي كان بيعملوه الرومان، قطع صغيرة جدا بيرسموا بيها أشكال بتعكس حياة البزخ والتقدم المعماري كمان في عهد الرومان. أما بالنسبة للطابق العلوي فده فيه القطع الصغيرة جدا من مختلف العصور، سواء بقى الرومانية الفينيقية وكمان التاريخ الإسلامي. ده بقى الطابق السفلي، ودي 31 تابوت اللي قلنا تم اكتشافهم في مقبرة رومانية في مدينة صيدا. اهم ما يميز 31 تابوت دول ان هما بياخدوا الطابع الفرعوني. طراز الدفن ده وطريقة الدفن دي هي بتاخد الطابع الفرعوني، انما وشوش او الوجوه المرسومة على التوابيت هي وجوه رومانية بامتياز.
وده بيوريك قد ايه الحضارة الفينيقية والحضارة الفرعونية كانت في تمازج ما بين الحضارتين دول نتيجة التجارة اللي كانت ما بين سواحل صيدا والحضارة الفرعونية في مصر. العرض اللي موجود في 31 تابوت الحقيقة نرفع القبعة لوزارة السياحة في لبنان. العرض عجبني جدا، المرايات العكسة والإضاءة شيء في منتهى الجمال. طبعا لو عندك أي سؤال يخص السفر أو السياحة في لبنان فتقدر تبعتلي من خلال الكونتاكت ديتيلز اللي موجودة في الديسكريبشن أو تكتبها لي في الكومنتس. هحاول إن شاء الله أرد على كل الكومنتس. كمان ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيلوجز اللي احنا هننزلها الفترة اللي جاية. دي كانت نهاية الفيلوج بتاعنا النهاردة. ما تنساش تخش تعمل اشتراك في القناة، لو عجبك الفيديو دوس لايك واكتب لي كومنت قول لي فيه رأيك بشكل عام في الفيديو، والفيلوج الجاي ان شاء الله ايه اللي محتاج نكون نعمله ونبرزه اكتر في الفيلوجات الجاية. شكرا لمتابعتكم، واشوفكم سيبكم بقى مع شوية صور الأول، وأشوفكم في الفلوجات الجاية إن شاء الله.